أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد خلاله أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى، المالية النيابية تصطف مع الحكومة في إبقاء سعر الصرف الحالي وتنتقد المعارضين. في العربة اللندنية، شق طريق يدمر سورا آشوريا عمره 3000 عام في الموصل. في العربي الجديد، استهداف الأغوار خطة إسرائيلية لجعلها بلا فلسطينيين. في نيويورك تايمز، لا يزال أصل الفيروس غامضا بتحقيق منظمة الصحة العالمية. في عربي 21، قمع وقفة تضامنية بالمغرب مع الفلسطينيين بذكرى يوم الأرض. في الشرق الأوسط، كندا توقف استخدام أسترازينيكا لمن هم دون 55 عاما. وفي القدس العربي، شرطيان يرفعان دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية هجوم الكابيتول. لا يعرف في المشهد العراقي على امتداد مراحله المنقضية وأحداثه القائمة مسار صحفي منضبط يسوق الواقعية والموضوعية في الرسالة الإعلامية ويوفق بين الأحداث وحقائقها في الطروحات والتحليلات، أو يوظف القضايا والرؤى في استشراف المآلات مثل الاتجاه الذي تتبناه قناة الرافدين الفضائية التي لا يملك متابع أو راصد إلا أن يبت بتوصيفها على هذا النحو. إن كان يتناول القضية العراقية بموضوعة أو بموضوعية وأمانة ومصداقية لا تشوبها مصلحة عن محاولات استهداف قناة الرافدين الفضائية عبر تهكير مواقعها ومحاولة إسكات صوتها، كتب جهاد بشير مقالا في صحيفة البصائر العراقية. لعل قناة الرافدين هي الوسيلة الإعلامية النموذجية في عراق ما بعد عام 2003، التي حافظت على الخط المعتبر للخطاب وعلى ثبات الرسالة ومصداقية الطرح والسباحة عكس تيار مشروع الاحتلال ومقاصده، بوصفها اللسان الناطق للقوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية والمنبر الصادق المعبر عن مشروع المقاومة العراقية أصيلة الفكر مستقيمة المسار، لا تلك التي يراد لها البروز مؤخراً وهي تمتطي ظهر الادعاء وتتخذ من الأكاذيب لجاماً للتسويق. منذ أيامها الأولى أعلنت قناة الرافدين أنها رافضة للانحناء أمام موجات التغيير والتبديل التي وقعت فيها الكثير من وسائل الإعلام، سواء تحت ضغط إجباري وقهري أو من خلال الانسياب والتمييع بين أروقة المصالح ومصادر الدفع المغدق. فكانت الرافدين كما أعلنت صاحبة قول وفعل، لم تستطع قوة دنيوية أن تحرفها عن خطها أو تصرفها عن اتجاهها، فضلاً عن إسكاتها أو توظيف خطابها نحو مقصد سياسي مؤقت أو مصلحة حزبية عابرة. كانت قناة الرافدين وما تزال تدرك حقيقة الطريق الذي اختارته والفكرة التي تتبناها والهدف الذي ترجو الوصول إليه، إذ لم تمضي إلا أسابيع قليلة على انطلاقتها في بغداد حتى تهافتت ميليشيات الأحزاب الطائفية ومن ورائها قوات الاحتلال الأمريكي، فاستهدفتها بتفجير عنيف ضرب مكتبها وأضر بما حوله. يتابع الكاتب، هناك محاولات عبثية تبنتها ميليشيات إيران وأدواتها المفلسة في تشويه خطاب القناة الوطني والزج بجملة من الأكاذيب والمواقف المختلقة. لدى الرافدين جمهورها الواسع الانتشار في العراق والعالم العربي والإسلامي الكثير من التآزر والتعاضد معها بما لا تدركه حشرات الميليشيات الإلكترونية ولا تستوعبه أذهان لصوص الحسابات الوهمية. سجون وإرهاب في العراق، مقال الكاتب جاسم الشمري، وجاء في مطلعه
نشره طبعا موقع رسام للدراسات، وجاء فيه في 10 مارس 2021 أصدر قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين في العراق أصدر تقريرا مهما حول واقع السجون في العراق. والسجون كما هو معلوم هي مكان إصلاحي وليس حفرة لموت المخالفين أو حتى المجرمين في دهاليزها. وهذا ليس البيان الأول لقسم حقوق الإنسان، إلا أن توقيته مهم جدا حيث يأتي بعد أكثر من 18 عاما على الخراب المستمر في العراق. كشف التقرير عن أن الموت ما يزال في السجون الحكومية المعلنة واعتقال المعارضين وزجهم في مرافق الاحتجاز مستمرا في العراق، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في أعداد الوفيات في السجون بسبب ظروف الاعتقال المتردية والإهمال الطبي المزمن واستمرار التعذيب الوحشي الجسدي والنفسي وتطبيق سياسة التجويع والإذلال. وما تزال السلطات في العراق تتجاهل الوفيات المتزايدة في السجون وتتقاعس عن إجراء التحقيق في مقتل العشرات من الأشخاص رهن الاحتجاز، وترفض إنهاء موجات الاعتقالات التي طالت الآلاف من المتظاهرين المعارضين والمئات من ناشطي المجتمع المدني في البلاد، ولا سيما بعد 21 أكتوبر من العام 2019 وخلال شهري كانون 2 يناير وشباط فبراير الماضيين. رصد القسم وفاة ما لا يقل عن 11 معتقلا في سجون الناصرية المركزي والتاجي المركزي ومركز مكافحة الإجرام في الرمادي، بينهم من جرى اعتقاله دون أوامر إلقاء قبض قبل سنوات وظل محتجزا دون محاكمة طوال مدة بقائه داخل السجن. وكان توزيع حالات الوفاة التي تم رصدها 7 معتقلين في سجن الناصرية و3 في سجن التاجي وحالة وفاة لمعتقل في سجن مكافحة الإجرام في الرمادي، إلى جانب رصده وفاة معتقل آخر لم يتجاوز 26 من عمره في سجن الناصرية المركزي، وذلك بتاريخ 2 آذار 2021. يقول جاسم الشمري أيضاً إن المطلوب اليوم من المجتمع الدولي الانتباه إلى الحقائق المؤلمة في السجون الرسمية وغير الرسمية في العراق، حيث يتطلب ذلك تشكيل لجان دولية لدراسة أوضاع السجون العراقية، لأن قضية ترك الأمور على الغارب وعدم متابعة واقع الحال المزري سيجعل من هذه السجون أماكن لتفريخ الخراب في بلد يعاني أصلاً من حالة اللا دولة، وبالمحصلة ستكون تلك السجون والمعتقلات من أسباب دوام الخراب في المجتمع العراقي. في صحيفة العرب اللندنية مقال جاء في مطلعها الرئيس الأمريكي نيمرون بلانياب، هل سيكتب التاريخ أنه في عهد بايدن لم تعد لمكانة القوة الأمريكية الأولى في العالم مهابة؟ هل تطوي صفحة العدوان العسكري الأمريكي على العراق عام 2003 تشريعياً داخل الولايات المتحدة؟ وتنتهي بذلك صلاحية الرئيس الحربية التي منحت للرئيس جورج بوش الابن بموافقة من الكونغرس بناءً على طلب الرئيس في 11 من أكتوبر 2002 تمهيداً لذلك الاجتياح العسكري؟ مثلما شكلت تفويضاً تشريعياً لأي قرارات حربية لاحقة مثل التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب في الضربات التي قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني وزميله أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد يناير العام الماضي. مقال الكاتب مجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. بايدن يبرر زيفاً عدم الاستمرار في سياسة استخدام القوة في المنطقة، لكن السبب الحقيقي هو أنها لم تعد مهمة بعد سحق العراق وتجويع شعبه ولمنح إيران تفويضاً غير مباشر لاحتلالها ونفوذها عبر لعبة الوكلاء. واليوم لا يستطيع التطلع بوجوه الملايين من الأطفال اليتامى فاقدي آبائهم وأمهاتهم والجائعين في بلاد الرافدين بسبب قرارات أسلافه العسكرية والسياسية التي سهلت ومكنت الأحزاب الطائفية الفاسدة التي شارك فيها عملياً قبل مجيئه للبيت الأبيض. بعد ذلك يريد عبر الكونغرس الذي يسيطر عليه حزبه تعطيل ذراع القوة لحماية طهران، فأية معايير يستند عليها؟
ثم كيف سيحافظ على مهابة القوة التي تتمتع بها الولايات المتحدة وتتطلع شعوب إيران إلى معاونتها في الخلاص من النظام الجائر؟ هل يطمئن بايدن الميليشيات الموالية لطهران التي وفق تقرير للبنتاغون والمخابرات الأمريكية هي المنفذة لجميع العمليات ضد المصالح الأمريكية العليا؟ وإنه سيرد عليها بحجب مواقع بعض الميليشيات المصنفة قانوناً في الولايات المتحدة إرهابية لأنها تشجع على العنف والكراهية والتطرف والإرهاب، هكذا مثل ما يفعل الصبيان في العالم الافتراضي أو يحرك النمط الجديد من الحرب السيبرانية. ختم ماجد السامرائي مقاله بقوله: لا شك أن نظام الولي الفقيه في طهران ينتظر بفرح الخطوات المقبلة ليصبح بعدها أي رئيس أمريكي وفق تشريع الحزب الديمقراطي المنتظر، يصبح نمرا بلا أنياب. مضت قرابة 8 أشهر على انفجار مرفأ بيروت وحوالي 5 أشهر على تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة مهمة من أصحاب اختصاص وفقاً لمبادرة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على القوى السياسية اللبنانية في أثناء زيارته بيروت بعيد انفجار المرفأ مباشرة، غير أن شيئاً لم يحصل ولم يتغير في الأفق السياسي على حاله من الانسداد، مقال للكاتب وائل نجم في صحيفة العربي الجديد. بات الجميع في لبنان وفي الخارج يدرك أن مفتاح حل الأزمات المركبة التي يعيشها اللبناني تكمن في تشكيل الحكومة، وهذه تحتاج إلى توافق أو اتفاق سياسي، وهذا لم يتوفر بعد. والتوافق أو الاتفاق السياسي أو بصورة أدق الخلاف السياسي الذي يسد الأفق أمام الحلول يظهر على هيئة خلاف على الصلاحيات، خصوصاً بين رئيس عون والمكلف الحريري. وقد تجاوز عون النصوص الدستورية الناظمة لعملية تشكيل الحكومة عندما طالب الحريري بتقديم تشكيلة حكومية على هواه وطلبه أو الاعتذار، علماً أن كلاً من الرئيسين منتخب من المجلس النيابي وفق آلية منصوص عليها في الدستور. وهنا يكمن الانتهاك الفاضح الأول للنص الدستوري من رئيس الجمهورية، هذا إضافة إلى إرساله أي عون أنموذجاً إلى الرئيس المكلف يتضمن كيفية تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والمذاهب والقوى السياسية، تاركاً للرئيس المكلف وضع الاسم المناسب في المكان المناسب طبعاً بعد التشاور معه، وهذا أيضاً مخالف للدستور الذي أعطى حق تشكيل الحكومة حصراً للرئيس المكلف، وفي مقابل ما حاول رئيس الجمهورية ميشيل عون فرضه وتكريسه عرفاً دستورياً، رفض الرئيس المكلف هذه الطروحات وكشف أنه تقدم بتشكيلة حكومية قبل حوالي 100 يوم إلى رئيس الجمهورية الذي لم يأخذ بها ولم يرفضها بل وضعها في الجرور، واتهمه بأنه يريد التحكم بالحكومة بشكل كامل من خلال المطالبة بثلث أعضائها، وهذا مرفوض من كل لبنانيين لأي جهة سياسية. وائل نجم يتابع مقاله بقوله: الحقيقة التي لم تعد خافية على أحد من اللبنانيين أن انسداد أفق الحل السياسي بات مرتبطاً بالحلول المنتظرة للوضع الإقليمي، بمعنى آخر إن حل أزمة لبنان ينتظر إقامة أو إنشاء نظام إقليمي جديد وفق معايير جديدة وشكل جديد. الآن إلى صحيفة الأخبار اللبنانية، وفي مقال فيها يقول كاتب حول سيطرة النظام الإيراني على مفاصل السياسة والمجتمع في لبنان أسعد أبو خليل يكتب، نتابع جزءا من مقاله: إن إيران لا أمريكا هي الدولة الأكثر نفوذا وهيمنة في لبنان، وهذه الحقيقة تغيب عن أذهان الشعب اللبناني لأن أصدقاء إيران وأعداء أمريكا ينجحون في طمس سعة ونفوذ الدور الإيراني الهائل في لبنان. والإعلام في لبنان وهو ممول في أكثره من قبل النظامين السوري والإيراني، وهو يجذب الإعلاميين والإعلاميات من وسائل إعلام مختلفة ومتناقضة
يهب هبة واحدة عندما يتدخل مسؤول أمريكي في الشأن اللبناني، وهذا نادر الحدوث. وقبل أيام فقط علق مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية في موضوع الثلث المعطل. هل يمكن تصور عمق التدخل الإيراني عندما يعلق مسؤول إيراني في موضوع الثلث المعطل وحتى في شأن ترشيح جبران باسيل للرئاسة؟ ما شأن هذا المسؤول الإيراني في تفاصيل الوضع اللبناني الداخلي؟ من سمح له؟ هذا المسؤول لم يكن ديفيد شانكر، بل كان مسؤولاً إيرانياً. ونستطيع أن نبدأ بالسيطرة الإيرانية المتعظمة على قيادة الجيش اللبناني. ومن المعلوم أن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون كان قد زار طهران 3 مرات، ومن الملحوظ أنه في زياراته لإيران لم يتحدث إلا عن الخطر الإسرائيلي، ولم يشر مرة واحدة إلى خطر الإرهاب المتطرف. يختم الكاتب مقاله بقوله إن هذا التغلغل الإيراني بات اليوم أكبر خطر على سيادة لبنان وأكبر تعريض للأمن اللبناني إلى الاختراق الإسرائيلي. إلى المقال الأخير وهو منشور على القدس العربي وبعنوان شرق المتوسط الجديد، جاء في مطلعه زيارة مهمة للغاية تلك التي تؤديها إلى تركيا في 6 أبريل نيسان رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان. هذه الزيارة تأتي كما وصفتها وكالة الأنباء الألمانية في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الهدوء المؤقت في التوترات مع أنقرة لإصلاح الموقف. مقال للكاتب محمد كريشان نتابع. تبدو تركيا الآن حجر الزاوية في عملية ترميم العلاقات بين بعض الدول المتوسطية التي وصلت في السنتين الماضيتين بالخصوص إلى حافة الهاوية. من هنا تكتسي زيارة المسؤولين الأوروبيين أهمية خاصة، لا سيما وأنها تأتي بعدما قاله الرئيس التركي مؤخراً من أن بلاده ترغب في زيادة عدد أصدقائها وتحويل المنطقة إلى واحة سلام، مؤكداً خلال مؤتمر حزبه الحاكم تصميمه في الفترة المقبلة على تحويل منطقتنا إلى واحة سلام عبر زيادة عدد أصدقائنا ومعالجة الخصومات. وترجمة لهذا التوجه الجديد، شرعت أنقرة منذ سبتمبر أيلول الماضي في محادثات فنية مع اليونان لتجنب حدوث مناوشات في شرق المتوسط، كما بدأت مؤخراً في محاولة تحسين علاقاتها مع مصر بعد أن وقفت طوال السنوات الماضية ضد حكم الرئيس السيسي واحتضنت معارضيه. وقد جاءت الخطوة التركية بعد استحسان أنقرة أخذ القاهرة بعين الاعتبار للجرف القاري التركي، وهي تطرح مناقصتها للتنقيب عن النفط والغاز في فبراير شباط الماضي. الإعلامي محمد كريشان جاء في مقاله أيضاً إن إصلاح الموقف هذا لم تظهر بشائره بوضوح إلا مع قدوم الرئيس بايدن وتحسب تركيا لأيام صعبة إن هي واصلت لهجتها القوية في التعامل مع الملفات الدقيقة، سواء تلك المتعلقة بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي والتوتر القديم الجديد مع اليونان أو العلاقة مع قبرص اليونانية وما جلبه كلا النزاعين من إشكالات في حوض المتوسط تتعلق بالحدود البحرية الشائكة. انطلقت في قطاع غزة فعاليات معرض للفنون التشكيلية تحت شعار فلسطين أرض وشعب بمشاركة 75 فناناً فلسطينياً، ويشارك في المعرض الذي يضم أكثر من 270 لوحة فنية وينظمه الاتحاد الدولي للأدباء والشعراء العرب بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية وهما منظمتان أهليتان مقرهما غزة في مدينة غزة تنظمان معا وباشتراك 75 فنانا فلسطينيا هذا المعرض الذي يستمر مدة 3 أيام ويأتي في الذكرى 45 ليوم الأرض الفلسطيني. وقال الفنان سعيد السعودي المدير التنفيذي للمعرض إن رسالتهم من المعرض للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه،
التي سلبها الاحتلال الصهيوني منها. الآن إلى الكاريكاتير. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. دائما كونوا بألف خير، إلى اللقاء.